متواصلين معاكم مشاهدين بعد هذا التقرير اللي شفناه، واكيد عرفتوا من ضيفتنا حلقتنا لهذا اليوم وهي الكاتبه موزة الشريده. حياك الله معانا. الله يحييك. الله يسلمك ومنورتنا. الله يسلمك في وجودك. طول اللي بعمرك وللامانه كتاباتك يعني قبل لا تكون عندنا هني ضيفه يعني قريت لك كم شغله وشدتيني انا مع المشاهدين والمستمعين اللي كانوا يقرون القصص انت تكتبينها. ما تكسرون، ما ادري يعني شل يعني انا بالنسبه للقصص اللي اكتبها احب اعرف كل شخص شنو اللي يشده بالقصه، لان احس انها تلمس شيء من شخصيته. حلو الكلام. تحبين انت القصص الواقعيه؟ والله انا احس ان القصص الواقعيه هي الاجدى في ان الواحد يكتبها وان الواحد يطرحها، لان شو الاستفاده؟ هي أصل القصة أو أصل السالفة قالت عبر الأزمان، وهذا على أساس إنه يصير في الإنسان يأخذ منها الفائدة. ممتاز. فقصصي اللي أكتبها دائما واقعية بموافقة أصحاب القصة نفسهم، لها معنى، ممكن إن ظروفهم ما سمحت إنه يقولونها لأن يمكن خاصة أو تدري إحنا مجتمع مغلق وهذا. ممتاز. لكن أحب إنه يكون قصصي لها أثر حق الناس. هذا معناته انه في وراها سالفه، انت قاعد تقولين بتاخذين الاذن من اصحاب القصه، يعني معناته فيها مشوار طويل السالفه. لكن قبل لا ندخل في هالتفاصيل نبي نعرف شلون كانت بدايتك موزة. والله انا يعني بدايتي من الاول انا كنت احب اكتب مذكرات، يعني مثلا قابلت ناس، رحت كذي اماكن معينه، كنت احتفظ في النوتات واحب اكتب واحب اقرا يعني. لكن بلشت فيها ان ضغط العمل، عملي الخاص، ان لازم في متنفس، لازم في هوايه. فبلشت اني اكتب في الانستغرام. كنت اسويها عن طريق، كان اسمي بالاول ترافل وذ مزمز، انه يعني اسوي رحلات سفر شهر العسل. أوكي. وبس اضيف عليها يعني لقطه بسيطه او قصه بسيطه عن الناس هذول اللي مسافرين. ما احنا لما نسافر ونشوف مثلا معاريس نقول يعني هذول شلون تزوجوا وشنو قصتهم قبل لا يتعرفون على بعض. بس شوي شوي لقيت هم واقعيه ولا من واقع الخيال؟ اي لا، هذا من واقع الخيال. لما انا اشوف الناس اطالع اقول يا ربي يعني هذا شنو قصتهم يا ترى. فبلشت اكتب شوي يعني نبذه بسيطه قبل شهر العسل. شوي شوي والله قمت اشوف المتابعين حابين تفاصيل اكثر. فقعدت اقول ليش لا، يعني ليش ما اكتب؟ انا عندي قصص وايد. واستاذنت من اصحاب القصص، طبعا رفيجاتي واهلي وهذيله. فبديت اكتب القصه، صار المتابعين ينطرون كل حلقه. كان بالليل عندي بالانستغرام انه ترى باكر راح تنزل 3 حلقات او شيء كذي. ممتاز. فصار متابعين هني من الانستغرام. بلشت عاد يعني شفت ان الناس حابين حبوا القصص. انت قاعده تنزليها بالانستغرام؟ اي، لان انا بالانستغرام اعتمد انه حيل يكون الاسلوب مبسط وحيل مختصر. ممتاز. انت تدري الانستغرام ما حد يحب انه يطول فيه. اكيد هذا. اكيد. والله وشفت انه يعني انا شفت نفسي انا سعيده اني انا اكتب. بديت يعني شوف هي تجربه صعبه. إيه. وانا اتخاذ القرار انك بتنزلين القصه، يعني ما ادري الناس راح يتقبلونها ولا ما يتقبلون. انت شلون اتخذتي القرار؟ وفي احد اخذ راي؟ اخذتي راي احد؟ كتبتي قصه اخذت مثل راي اختك؟ لا، أنا صاحبتك؟ كل قصه قبلها لازم يعني عندي خواتي واهلي وصديقاتي اسالهم. بس هي القصه اوريدي موجوده، انا ما اقدر اغير فيها شيء الا اني انا بس شوي اخفف من حدتها او مثلا ازيد عليها كوميدي شويه. لكن هي القصه مثل ما هي تكون موجوده في الحياه الصجيه. طبعا في قصص ما عجبت ناس، وفي قصص الناس ما صدقوها. أوكي. وانا كنت احاول اخفف يعني احداث القصه، لان القصه في الواقع. ممتاز. الواقع يعني الواقع اغرب من الخيال. ف يعني شوي تجاوب، يعني في ناس حبت، في ناس ما حبت، في ناس كانوا عندهم حب استطلاع يعرفوا شنو النهايه. حلو الكلام. بس الحمد لله انا كل النهايات اللي اؤمن فيها نهايات سعيده. زين موزة، شلون انت يعني اكتشفتي نفسك انت بالبدايه؟ انك والله انا ان موزة يعني لها بالكتابه. اي، اولا انا يعني انا احب السوالف اكثر. كنت اكتب يعني اكتب مثلا اي احد يعني بيصيغ موضوع فانا اكتب له، بس بطريقة الكويتيين شلون، لأني بشخصياتهم شلون أفهم الشخصية اللي قدامي، شلون المنافذ حق الشخص هذا. فبدأت من هني يعني أني أنا بديت يعني خصوصا بالإنستغرام بدأ الناس أكثر وأكثر. لما تطور الموضوع قلت خلنا ننتقل من الكتابة إلى اللي أقول الناس سوالف يعني. حلو الكلام. يكون إلغائك أنت. إلغائي. إيه.
زين لما يكون في كذا شخصيه احاول اني يعني يعني احاول غيرين صوتك ولا نفس الصوت؟ لا هو نفس الصوت بس احاول انه يعني اخفف الحده مالت الصوت او شيء كذي بس يعني اغلب الظن اللي اسويه اني اخليها انا الراوي اكثر يعني اقلل كميه الشخصيات فيها وكان عن لسان الراوي يعني ممتاز يعني عندك موهبه انك بتصيرين مذيعه يعني فيها مشروع مذيعه لا والله انا الاذاعه غير يعني انا عندي بس رساله واحده اللي هي اني مثلا اقول السالفه غير المحاورات هذه ما لي فيها بس اني يعني اكون السالفه كاتبتها وعارفه انا وين واصله في النهايه يعني بس هذا اللي حد يعني اول قصه انا كتبتها شنو هي؟ اول قصه كتبتها في الانستغرام عزيز وعزوزه عزيز وعزوزه إيه؟ واقعيه بعد هي واقعيه بس الاسامي مختلفه وبعدين عقبها كان شهر العسل مالهم انه راحوا حق احد الجزر شرق اسيا هو عزيز وعزوزه وفيها بعد في هذا بدايه الانستغرام اي وعقب بدنا نعرف شنو القصه اول قصه إيه؟ عزيز وعزوزه انه عزيز على قد حاله موظف وما عنده يعني ما عنده امكانيات يعني وعزوزه بنت كانت شويه يعني مو مهتمه في نفسها بطه شويه فودها هي كان حلم حياتها انها تتزوج واحد تحبه ممتاز فشاورت رفيجاتها فقالوا لها اوكي يعني انت هذا حلم حياتك قالت اي نعم قالوا لها طيب انت الحين تبي تسوين هالشغله انت شايفه نفسك مستعده قالت لا يعني قالت خلاص سوي ريجيم بدت تسوي ريجيم تهتم بنفسها تلاقت مع قبل على المنتديات والايميلات وكذي وحبها وحبته اوكي يا بيخطبها كان يقولها شوف يا بنت الناس انا ترى على قد الحال يعني حتى السفره قطيه من الديوانيه مع الربع كانت تقول له انا شاريه ريال حلو فقال لها مالك الا غرفه وحمام قالت له انا شاريه ريال ممتاز والله وهي ساعدوها اهلها وهو ساعدوه ربعه واهلها ومشت الحياه يعني ببساطه فالقصه انه يعني ان الزواج والحياه بسيطه جدا يعني اللي يحب يبسطها بسيطه في تفاصيل عن الرجيم ولا ما في؟ لا ما في هذه اصعب تفاصيل بس انها سوت رجيم وخلاص بس هذا هو هذا اول قصه نزلتها في انستغرام انستغرام اي نعم وشلون كان تفاعل المتابعين؟ والله كان تفاعل جميل ووايد كان حلو وخلاني استمر الى قصص اكثر كانت هذه القصص البسيطه حلو الكلام بعدين دخلت القصص العميقه اللي عقبها انتقلت حق مرحله وايد مختلفة عن اللي أنا مخططت لها حلو الكلام زين طبعا كذا قصة أنت الحين كتبتي بداية كانت عزيز وعزوزة وصار في تفاعل من قبل متابعي بالإنستغرام بديت الحين دشين قصص ثانية اي نعم اللي هي بس قصة ما فيها سفر ما حلو الكلام زين قبل أول ما خلصت كتابة أول قصة لك نعم أكيد في ناس تاخذين رأيهم طبعا حلو على قولتهم مثل ما يقولون خلف الكواليس اي طبعا حلو من اللي دائما يساعدك اللي تاخذين رايه؟ طبعا خواتي وامي وصديقاتي وخصوصا صديقتي اللي معي بالدوام يعني هذول المساكين هم يسمعون القصه يمكن 3-4 مرات على اساس انه ما يصير لها يعني اكون مراعيه كل الجوانب فيها بس صاحبه القصه ما خليها تسمعها الا بالنهايه ممتاز لان يعني مرات يكون لما الواحد يكون خلاص دش تزوج ونسى نفسه بالحياة أحب أني أقدم لها هي مفاجأة تتذكر أيامها الحلوة مع زوجها حلو الكلام حلو أهم شيء أنك ما تذكري موضوع الرجيم لا هذا أهم شيء مجهبة لنا قصة ثانية بعد والله إيه في قصص وايد حلو الكلام بعد الفاصل إيه حلو الكلام مشاهدين احنا مستمرين مع ضيفتنا موزة لكن بعد هذا الفاصل متواصلين معاكم مشاهدين بعد هذا الفاصل الأمانة الحديث جدا جميل مع اختي موزة طبعا توعدتينا ان في قصه بعد ثانيه بتقولينها ان شاء الله لا مخليك بعدين تلغينها الغائت ان شاء الله حلو الكلام نبي نعرف الحين احنا عرفنا ان انت كاتبه وعندك هوايه انك تكتبين صحيح بس نعرف شنو شهادتك؟ انا شهادتي كليه الاداب جامعه الكويت خدمه اجتماعيه حلو الكلام ومن تخصصي احنا يعطونا تدريب ميداني في مكتب الطلاق والزواج وفي المستشفيات الادمان السجون فمن من هذيل الاماكن وايد شفت ناس ممكن تكون مختلفه عن بيئتي وعن عالمي فقصصهم ما زالت موجوده عندي حلو الكلام والخدمه الاجتماعيه خلتني افهم شلون اركب الشخصيه ممتاز. او شنو اللي اظهره في الشخصيه فساعدتني وايد في الكتابه حلو الكلام يعني الوظيفه اللي انت فيها ساعدتك بعد بالكتابه
تسمعين قصص الناس. اي بس الوظيفه الحين حاليا لا، يعني الوظيفه مجرد ارقام وشاشات تلفزيون. حلو الكلام. بس بعد من خلال ممارسه هالوظيفه كنت تسمعين قصص. اي طبعا. زين، شلون تاخذين الاذن من الناس؟ شلون تقنعينهم؟ سبحان الله، يعني انا ما ادري، انا اشتغلت في قطاع خاص وكنت اطلع من شركه لشركه ومقابلات، فكنت اشوف ناس يعني من مختلف الجنسيات، وما ادري يمكن هذا من الله، يعني حابها فيني ان الناس هم يجون يقولوا لي القصص. حلو الكلام. فهم اللي يتكلمون عن حياتهم، مرات استغرب ما اعرفهم، ويحبون ياخذون رايي باعتبار هم انا دارسه خدمه اجتماعيه، اشوف الامور يعني ممكن اقول لهم والله انتم ممكن كذي صح، ممكن كذي صح. فما ادري، احس شهادتي وايد خدمتني في موضوع ان الناس تدخل معاي تكلم اني يعني اكتب، هذا ما توقعت انها راح تخدم لهالدرجه. يعني ساعدتك. اي والله. اي شنو اكثر قصه نقدر نقول ان موجه تعبت فيها على ما اقنعت الشخص صاحب القصه انها انك تكتبينها وتنزليها بالانستغرام او بالاذاعه؟ والله للحين لا، حد الحين لا. في ناس الحين يكتبوا لي قصص من خارج الكويت، يبعثوا لي على الايميل اني انشرها، بس انا ما انشر القصص التعيسه، لان انا احنا مو مطلوبين، احنا اساسا حياتنا صعبه. فانا اذا نشرت قصص التعيسه شنو الهدف منها؟ يعني زياده التعاسه مع الناس مو هدف يعني. فقط القصص اللي اختارها اللي هي تكون السعيده، اما القصه اللي ما قدرت اقنع فيها احد والله لحد الحين ما واجهني، الحين الناس يعني هم يبوني اكتب لهم. بس انا ملاحظ ان انت تميلين حق الاذاعه اكثر. الاذاعه يعني احنا، يعني انا اقول لك ليش الاذاعه. الاذاعه انت مثلا بالسياره الحين احنا شوارعنا زحمه وعشان تروح مشاوري، هي اللي تبقى، هي اللي معك على طول، هي اللي تحب تسجلها باليوتيوب تسمعها. يعني هذه بالنسبه لي انا تناسب شخصيتي وتناسب يعني تناسب اهلي، يعني هذه الحدود اللي مسموح لي فيها فقط. يعني كلام زين. راح نشوف ان شاء الله بالايام الجايه لك مسلسل ينعرض على الشاشه المرئيه. والله ان شاء الله، يعني ككاتبه انا عندي حلم ان راح اقدم مسلسل في مستوى يكون كلاسيكيات. حلو الكلام. انك انت وان شاء الله عيالك وعيال عيالك لما تشوفونه، حتى الطلبه المبتعثين، حتى الناس اللي عاشوا فتره في الكويت وراحوا، ان لما يشوفونه يحسون فيه. ممتاز. ان هذا يعني فيها المسلسل لما تشوفه ابي المشاهد يشوف يقول والله كنا هذا شابه ولد عمي، والله كنا هذه رفيجتي، كنا قصه يعني قريب، يعني واقعي، قريب من الواقع. واقعي لازم يكون واقعي، ولا ما له داعي احد يشوفه. وجاهز هالمسلسل ولا بعد؟ والله يعني هو جاهز تقريبا. حلو يعني كلام. في بالي اي دور اي شخصيه انا ماخذ. الله يعتمد. شنو المسلسل الاذاعي اللي نزل في الفتره الاخيره؟ طبعا الفتره الاخيره طلع برنامج اللي عارفه سناب شات. وسناب شات اقترحوا علي رفيجاتي وخواتي ليش ما سوينا سناب شات؟ لأن في رمضان ما كان في أشياء حابينها يعني، وإحنا افتقدنا قصص كان يا مكان في قديم الزمان، علاء الدين، مصباح السحري، ألف ليلة وليلة. أي ألف ليلة وليلة. فقلت لهم إيش رأيكم أقول لكم قصص ألف ليلة وليلة؟ فكنت في سناب شات الشخصي مالي كنت أقول حق صديقاتي، فقلت ليش ما أقول حق المتابعين؟ فتحت مع المتابعين، بس كنت اقولها بطريقه ثانيه. حلو الكلام. يعني مثلا لا الحين بتقولينها انت الحين. اي الحين بتقولينها. فانه يعني كانت كويتيه. اوكي. وصراحه ما توقعت حجم، كلش ابدا ما توقعت حجم المتابعين. صار انه كل يوم قبل اذان الفجر كل المتابعين ينطرون. ما شاء الله. فكل يوم قصه، كل يوم حزايه، بس بطريقتنا يعني كويتيه، شويه فيها وايد كوميدي يعني تكون. انت لاحظت تدققين على اللهجه الكويتيه خصوصا القديمه. اي طبعا، يعني لهجه اهلنا يعني، لان هي في الحين يعني صار شوي مو ضياع هويه، صارت الامور باسجه يعني، ما ادري يعني ما لها نكهه. ممتاز. ما فيها صعوبه؟ في صعوبه، انا احاول ان اللهجه تكون بيضة يعني، لان كل فئه بالمجتمع عندنا لهم لهجتهم الخاصه. صحيح. بس احاول ان انتقي المفردات اللي الكل يفهمها، واذا ما فهموها انزل بالسناب توضيح للكلمه معينه. حلو الكلام. زين، انت وعدتيني قبل شوي ان في قصه بتقولينها، لكن بنعرف موضوع حمده وعيده. هذه القصه اللي انا استغربت ان لها صدى قوي. القصة هذه كنت قاعدة يعني حابة أقول قصة بلهجتي بتراثي يعني بأهلنا، فشريت برنامج في اليوتيوب وكذي واشتغلت عليه، سويت إفكتات.
فالقصة قصة حمدة وعيدة، هذيل بنات بعيد، حمدة وعيدة ما عندهم أخوان، وهم عشان ما عندهم أخوان أبوهم بعيد قال أنا يا أخوك أنت يا أبو مرزوق عنده بنت واحدة اسمها سعدة اللي ينادونها سعدة الذيبة، فقال نفتح الحوش على بعض على أساس أن بناتي يعني يجسرهم عيالك وكذي، والديوانية موجودة. فحمدة وعيدة ملوا مساكين، كل يوم يروحون هالعروس يرقصون ما حد يخطبهم. عيدة يعني شوية متينة وحمدة نظرة، شو موضوعش مع المتان يعني هذا الموجود لازم نرضيهم إنه ما يفقدون الأمل. وحمدة نظارتها وكذي يعني هي الحمدة يعني مدرسة موسيقى وتحب تلبس خواتم وكذي عشان تسمع الموسيقى البيانو، وعيدة اقتصاد منزلي تخيط وتسوي دياي وهذا. وسعدة كانت السكرتيرة مالت المدرسة، هم كلهم يروحون مع بعض يداومون. فكانت هي اللي تنقل الحكي بين المدرسات وتحرش هذه على هذه، هي سعدة يعني ذيبة يعني ما في روح تعال. ففي يوم من الأيام قامت حمدة تتساءل تقول يا عيدة يعني شو السالفة؟ نروح نرقص في العروس ما حد يطق علينا الباب. كانت تقول لها عيدة اي والله متنا رجولنا طاحت وحنا نرقص. كانت تقول لها خل ما كل احنا شلون نعرف الخبر؟ انه انا شاكه في بنت عمي. قالت بنت عمك سعده شنو مصلحتها؟ وبدت تاخذ جو الاستخبارات. كانت تقول حمده خلاص اذا نبي نعرف بنت عمي لها سالفه مالنا الا نرشي خدامتهم تشندرا ونعطيها قوطي دبر امله وشي السمبوسه. تشندرا بعد لازم سمبوسه. طبعا هذا الامل يبوا لك كل شيء. فراحوا حق تشندرا، كانت تقول والله ماما سعده يعني ماما مو زين يسوي قرقر واجد. قالت انت انتبهي عليها اذا في شيء مني منك قولي لنا. بذاك اليوم عيده انخطبت. اوكي. فجو ينطرون بنات بعيد متى يدخل المعرس؟ ماكو معرس. ولا تجي تشندرا تركض. كانت تقول الحقوا يا ماما جوز ماما ماما عيده باقته ماما سعده. يعني شنو صار؟ هما طبعا هي ما كملت الخدامه الا عيده وحمد خوات طبوا عند بيت سعده. ولقوا ان سعده منتحلة شخصيه واحده من البنات والمعرس موجود وطق لا طق وكفخ لا تكفخ غمشع لا تمشع وصراخ انحاشوا المعاريس. صارت بينهم صارت ماكو فايده الا سمعوهم الديوانيه للرياجل وقضب بها بناتك يا ابو عيد وقضب بناتك يا ابو مرزوق. طبعا خذ بناته وبناته يشرحون حق ابوهم ان بنت اخوك الغلطانه. فماكو ما يفهم يعني مهما هو يدري ان بنت اخوه غلطانه بس يعني وحيده وكلهم يعني امهات فما بيقول لها انت غلطانه. اي فقال انتم تروحون تعذرون من بنت عمكم اللي هي سعده الذيبه. فيا يبا يا يبا زعل. اوكي. وطبعا البنت يعني مهما يكون عندها لما يزعل ابوها خلاص يعني ما في مجال. فقالت يلا مش خروح نتعذر منها. تعذروا منها. سعدة ايش سوت؟ راحت حق الفريج طبعا نفلة جارتهم كانت تقول لها انا كسرت خشومهم. قومي نفلة دقي تليفون على سعدة حمدة. قالت دريتي؟ قالت لها شنو؟ كانت تقول سعدة تمشي بالفريج وتقول انا كسرت خشومكم. قالت شرانية. اي قالت هذه ماكو فايدة الحين شلون نأدبها؟ فرسموا خطة بنات بعيد ان تفقوا مع الخدامة. وقال لها شوفي احنا نبي نجي الساعه 12 بالليل فتشيلنا شويه الباب. قالت زين شنو يبي يسوي ماما؟ قالت ما تشغل ولبسن هذيل الاقنعه اللي تخرب وحبي ينانوه. اي ودشوا على السعده وهي نايمه. واحده قضبتها عن يمينها واحده قضبتها عن يسارها. كان يقول لها هي قومي احنا شياطينك لان اشكالك ما عندك ملائكه. هي طبعا نايمه فانصدمت. كان يقول لها كان تقول انتم منو؟ كان تقول احنا جنانوه وجايين بنزفك حق ولد عمنا حنتروش حق اخونا حنتروش. ايه مبروك يا سعده. مبروك عرسك بعد شهر تزهبي. فطبعا صدمت طاحت قشيانه. يوم شافت قشيانه كان يرحاشون يركضون ردوا بيتهم بعد حنتروش بعد. ايه طول ولما شافوها اليوم الثاني راح معاهم المدرسه فعرفوا انها هي تفكر في عرسها على حنتروش والموعد اللي موجود. فتابت سعدة عن أذيتهم. هذا كان الجزء الأول من حمدة وعيدة. زين الجزء الثاني متى؟ الجزء الثاني نزل والثالث. زين خلتني اندمج حرام عليك. وهذا يعني هذا ما توقعت أصلا أنا سويته يعني من باب بس إني يعني. لا الغائك حلو. يعني الغائك يعني خلي اللي قدامك يندمج. شيكي على المصورين شوفي شلون اندمجوا.
الجزء الثاني متى بتنزلينه؟ ولا نزل خلاص؟ انا نزلت 3 أجزاء وصارت الشخصيات اللي يعني طالبوني الناس ان الشخصيات ما اموت خليها موجوده على طول. يعني حاليا عندنا جزء اللي انا راح انزله ان شاء الله في قناتي اللي هو جزء عرس حمده وصلاح. طبعا اللي تابع الجزء الثاني والثالث راحوا العمره وشون قابلوا صلاح وشون خطبها وشنو مهارها كرسي جابر وعرسهم 3 أيام وقصه يعني. زي اللي يتابع القصص شنو يكتب باليوتيوب؟ بس يكتب سوالف موزه. سوالف موزه؟ اي بس يكتب سوالف موزه وراح يطلع لك كل القصص الموجوده. حلو، وكل القصه بعنوانها اي عيده حمده وعيده. اي حمده وعيده هذه الوحيده اللي انا شوي لعبت في افكت الصوت. انه يعني كان صوت على اساس انه يكون كوميدي شويه فسرعته، والباقي لا بصوت. يعني ليش بعد بالمونتاج؟ والله تعلمت يعني مو بس كاتبه. لان لما تحب الشخصيات يعني تحب توصلها باقرب وقت، يعني باقرب قصدي يعني تحبها توصل حق الناس مثل ما انت سمعتها وعشتها. ما شاء الله عليك. يعني تركبين صور على القصص؟ اي وافكتات صوت وتاثير. تاثير كله يكون موجود. اي موجود. يعني شلون تعلمتي؟ والله يعني الحين انترنت كل من يتعلم. بس الحين يعني اشوف حتى قصه شناين ومناصر حطيت افكتات مالت خالتي قماشه. بس استل يعني احس اني انا يعني اتمنى انه يكون مره يعني على قولتك انه يكون مسلسلي انا خاص. يكون مع شخصياتي الابطال اللي انا ابي انه يكونون يمثلون فعلا الشخصيات. يعني انت الحين مذيعه وكاتبه وبعد شنو؟ لا مو مذيعه بس يعني قول السؤال. ومخرجه بعد. ما شاء الله كامله والكامل وجه سبحانه وتعالى. للامانه يعني احنا نفتخر يعني بالشباب والبنات الكويتيين اللي عندهم نفس هالموهبه انت قاعد تسوي. يعني ما شاء الله عليك تعلمت المونتاج وقاعد تركبين تاثيرات الصوت، يعني معناته ان انت متعمقه بالمجال وحابته وخليتها الحين تشوق. انا بدخل القناه بشوف القصص اللي انت كاتبتها. هذا اللي انا ابي الناس تدخل القناه وتشوفها. سوالف موزه. سوالف موزه. اي نعم. كلام. طبعا الوقت الحلو بسرعه يمر موجه. للامانه استمتعنا معك وبلغائك الحلو. اتمنى لك التوفيق يا رب. ابي نصيحه توجهينها حق الشباب والبنات اللي حابين يبتدون نفس بدايه موزه. والله يعني سووا الشيء اللي ممكن انه بعد سنين ما تفتشلون منه، بالعكس افتخرون فيه. سووا شيء انه ممكن يساعد يعني يساعد غيركم. لازم في امل بالحياه، انه مو بس نتكلم ونصور ونوثق لحظات ما نستفيد منها. و يعني بس هذا اللي اقول، انه لازم يكون عندنا امل في كل شيء. كل الشكر الى الاستاذه الكاتبه موزه الشريده. الامانه استمتعنا معاها من خلال القصص اللي طرحتها لنا، وايضا من خلال الغائها الجميل للامانه والبسيط اللي خلاني انا اندمج، واستاف العمل ايضا الكبرى اندمجوا معاها. كل التوفيق لها ان شاء الله. ايضا كل الشكر الى فندق راديسون بلو على استضافتهم لنا والتوفير لنا ايضا هذه الاجواء الجميله. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معاكم، لكن بنشوف هذا التقرير مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامجنا. تابعونا لا تبعدون.